не смотреть кино. А после отвезу к утру тебя к себе домой. Дикая львица, ты моя царица, собой марихуана меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица, нужен алкоголь. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله مرتاحين. طبعاً أكو جناي يعني بأصعب الظروف عندما يشتاق لتربية الحمام، وحمامة بالأخص، يعني ما أعتقد يتحمل ويرتاح بمكانه. ولذلك يعني شلون الأطفالي، شلون اللي أطفالي عايفهم هنا هسه، مثل ما أطفالي هناك عايفهم وبيجدهم، وعده طفل بالمستشفى وعده بهذا بيتي، يعني هاي هم أطفالي هنا له، فما ارتاح. سبحان الله، يعني جيت للحمام لقيته ميت من الجوع، لقيته. فشلون اللي حسيت بيهن، حسيت بطيوري ما مرتاحات. ولذلك الساعة بيش خلونا ننزلكم البردة، الساعة بالدعش بالليل وست دقائق، الله شاهد، يعني إحساسي ما يخوني أبد، ما يخوني. ولذلك الحمام لقيته ما يجوع، عطيته شوية أكل، أكل خفيف هذا، فأكل أكملهن وإن شاء الله. وهذا المسرح مالتنا هم على حطته، أبشركم. بلكة الله لو باكر، لو عقب باكر ان شاء الله طالع من المستشفى. فمرات الجناي يشتاق الحمامة، وان كان هو بالدوام، وان كان هو بسفر، وان كان هو بعيد عنه، فبس يشوف ان يرتاح، شوي نفسيته ترتاح. لان احنا مو بس مجرد نطير وهاي، احنا نحبه للحمام، عندنا حب مو بس للحمام، للحيوان همه، عندنا حب للحيوان كلش حلو. ولذلك يعني ما ارتاحت، يعني انا هناك هسه قاعد بس ما ارتاحت، قلت خل اجي اشوف اطمئن على حمامي واشاركن شويه، خاف ضايجات. طبعا لاحظت بالحمام اكو ديدان، طيور ما مرتاحه بجناحها، طيور ما مرتاحة بجناحها. شوفوا يا شباب، انتبهوا لحمامكم، هذا هسه الحمام هسه إذا أفتش ريشه وجناحاته ألقى بيه قملة. ولذلك إن شاء الله بحيل الله من أطلع راح أعالج القملة، أنا عالجت الديدان الداخلية، بس بقت عد القملة الخارجية هسه كون يعني هم أطيهن. طبعا ما لاحظت عدهن ماي أو لا، خل أتأكد. يعني ما يهم قليل، خلي يشربون هاي المويه هسه حاليا، على مود انزل اترسل لهن، يكفي لهن يومين هو هذا الماي. طبعا والطيور عادة نفسية همه، والطيور منشوله، تغيير جو هسه حاليا، وجو قاعد يبرد عندهن. هاي الاجواء اللي داير ما دايري، اجواء مسلطنه. شوف الهواء شلون عذيبي. مسلم بن عقيل عليه السلام، هاي المنارة والقبة. هاي لفة بسيطة، يا شبابنا، الغوالي، خلي عندك حنية على حمامك، مو بس مجرد والله أنا جلناي حمام وعده طيور وخلي طيور بأسوأ الحال. أولا حرام، شمهما داري طيورك، هاي عد الله كبيرة وهو حيوان، كل ما داري بنظافة وعلاج وأكل نظيف، وهو هم يعطيك إبداع، هو هم يونسك، ترى الطير هم يونسك أنت، بس مو مجرد أن تصرف عليه، لا الله وكيلك يونسك ويخليك في منتهى السعادة. فيا شبابنا نصيحة من منبري، دير بالكم على صحة طيوركم. هسا أنا شفتوا لاحظت الطيور منشولة، يعني والطيور عتها قملة، هسه اتحداكم اذا ما القى بيها قملة.
هسا طيور بيها قملة وقملتها هم قوية، طيور ما مرتاحة. شوف شلون تنسل الطيور، شوف 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 عدها قملة، والله الكريم عدها قملة. وهسا ان شاء الله بس اكمل الفيديو راح اتابع الجنح مالتن واتأكد 100%، بس انا هسا متأكد 1000% الطيور عدها قملة، عدها قملة. فهاي جدا جدا مهمة يا شباب، عالج قملة الريش دائما. افتح طيورك، افتح جنح طيورك، ظهر طيورك، ذيل طيورك، رقبة طيورك، لاحظ القملة، ترى القملة تمص للدم والله، لا تخلي عندها عافية ولا تعطيك مطيار همه، ترى القملة لها دور فعال ترى بخراب الطير، يعني فعال بخراب الطير مو طبيعية. فعليكم ان تفتيش الطير بالكامل وان كان عندك عدد هواي، لازم لازم ان شاء الله. انهم راح اضيف لكم صورة البخاخ اللي استخدمه للقملة، هذا واحد على واحد، هذا واحد على واحد، هذا صار لسنين انا ويا هذا البخاخ، بخاخ درجة اولى، بخة واحدة منه وبخة منه واحدة بجنحة وبخة على ظهره خفيفات. وتحذروا من عنده يا شباب، هذا البخاخ جدا قوي، يعني دير بالك يطيح على جلدك، ودير بالك يطيح على عين الطير، ودير بالك يعني يطفر عليك لان يحرقك حرق. هذا كلش قوي ويقتل لك القملة بليلة ويوم. وانت راح تلاحظ الطيور هسه راح تظل من تبخلها، راح تلاحظ الطيور تطفر تطفر بسبب القملة، كلها تذبها، تقتلها تقتلها القملة وتنكثها الطيرة وتذبها. فان شاء الله راح اضيف لكم صورة هذا العلاج مات القملة، بخاخ مال القملة سعره ب4000 دينار، بخاخ يكفيك تقريبا 500 طير، 500 طير. انا اتمنى يمكن لو عدلوا، لا خل اتاكد، اذا ما عندي اجيب نازل لكم ان شاء الله وخل اتاكد من عنده. طبعا رجعت وياكم، الفرخاتنا والداياتنا هم ذبيت لهن اكل، هم ذبيت لهن اكل. هاي اللاكا مع الجولدن الذهبي، اذا ان شاء الله جهزن يا شباب، هاي فرخاتنا جهزن ان شاء الله، يصعدن باقرب وقت، يصعدن ان شاء الله اقرب جاية الي نصعدن ان شاء الله. شعدنا بالله بعد، انا اطمئنيت على الفرخات. طبعا ذني قلبات الاكل، هاي فرخاتنا ان شاء الله، هاي الام وحدها. شوفوا الشباب الصلاة على محمد، طيرة وحدها كبرت لثلاثة فرخات، كبرت لثلاثة فرخات، يعني كبرت له وهن بعد. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك يا بنت الكلب. اتمنى ما انقطع التصوير. هاي الصلاة على محمد وآل محمد، كبرت لثلاث فرخات، اللهم صل على محمد وآل محمد. اذا هم طيرة هذا الكمنجر، شوفوا العيونة، وهاي الليليان ام المنقار الابيض، بنات اثنين، لا بنات الرامبوريات، واحد من ابنها، هذا اكلهن قلبنا. هذا العمدة الساعدي، هذا الساعدي البطل، البطل. تعال لك تعال 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 لك، والله مشتاق لك. هذا الرام مع الساندرة، الساندرة بيضت مو؟ والله بيضت. هذا لقاح فول واحد على واحد، ان شاء الله نشوف انتاجهن. انا كنت طابقة على تيدي وذبلي زوج رامبوريات، طبقت بعد على مدري يا طيرة، ذبلي زوج رامبوريات، اصلا رسة قوي، كلش رسة قوي. ذني ذني المصيبة. هاي امهات الميسي، امهات الميسي، هذا الفحل ميسي، وهاي طيرته هسه ختبيض مع على غيرتك تبيضي، صار لك هواي سبحان الله، بيضت وشلت بيضها، بيضت وشلت بيضها، فشوي تتأخر عندي. ذني العمدة هذا البطل، هذا البطل، هاي بيضة طيرته همه، بيضة طيرته ان شاء الله، باكر تلقون هم بيضة ثانية. هاي 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 القمر، هاي هاي البطلة، خلينا نشوف بالله هاي الطبقة شو تذبلنا بعدين، بس منقدات والله منقدات، خلينا نشوف هاي الطبقة، هاي اول طبقة اطبقها هيك طبقة، التيدي مع الرامبوري. وهذا الحمام الباكستاني لحد الان ما بيض عندي، هسه ذبيت له عش يا شباب، ذبيت له عش على مودي لما للعش وبلكت الله، هاي محاوله
شوف الجمال. الله يوفقكم إن شاء الله ويوفق الجميع، وشكرا على تعليقاتكم الحلوة وكلامكم الطيب واهتمامكم. أنا والله هيك بس حبيت أنزلكم فيديو، الله شاهد حبيت أنزلكم فيديو. طبعا هنا هم عندنا، طبعا هذا راح يتفلش هذا البرج يا شباب، سبق وإن قلت لكم راح يتفلش وينبني هنا نجال كامل طول 6 أمتار. هذا عندنا هذا الأدبس مع الطيرة، هاي الحليوة والبطلة، وهاي اسمع هاي معيون الخضر، هاي الرمانية المطخة، هذا الأدبس هذا الأدبس هذا الحبري. آخ نشوف شو سوين دني ما سوين فقسين لا شوية مرخصتك. فرخة واحدة ليش ولد شوين بيضات؟ ايش عندنا هنا؟ هذا طيرتك له البزون الزيراي، بقى بس تاكل فحل. اكلنا والله الزيراي الطيرة، بقى بس هذا تاكل فحل. اللي يريده هم عارضة للبيع. هاي هنا فرخات 2 ماكولات. هاي معيون الحمر. ايش عندنا هنا بالحلة؟ ماكو شيء. والله هنا أنا فرخات زوج، هناك فرخات زوج، هنا أنا حلات بين كله فرخات زوج كله ما أكل. هاي شو جواج بيضتين، هناك بيضتين، هذا الحبر طيرته، هاي الحمد لله والشكر. أشكر الشيخ محمد من أهالي البصرة، الله شاهد كل يوم يتصل ويخابر ويسأل. وأشكر بعض الأصدقاء اللي يتصلون، فارس الكربلائي يعني أصدقاء كل شيء، والله ما ينعدون، الله شاهد الله شاهد ما ينعدون، طيبين وغالين ويسألون بأصعب الظروف، يسألون على صحتي وعلى صحة وليدي، الله يحفظهم إن شاء الله، فضل من الله. هذا الحمام قلت لكم يا شباب، سبق وين قلت لكم هذا الحمام إلا فضل علي، عرفني بيكم وعرفني بأصدقاء يعني يعجز اللسان عن وصفهم، الله شاهد. فشكرا لهم على لسانهم طيب، وربي يوفقهم ويكثر من أمثالهم ويحفظ حلالهم ويحفظ عوائلهم إن شاء الله. وإن شاء الله إحنا هاي أقول لك مثل ما يقول يعني الله يدز اختبار البشر ويبتلي بإبداء، والحمد لله والشكر أنا راضب أمر الله ومكيف. صحيح صارت صعوبات عندي كلش قوية بالدنيا وبالوكيد، صارت صعوبات علي وتعب، بس بعدين من صفنت لها قلت الحمد لله والشكر، قلت لرب إذا عندك بعد شيء أقوى أدز لي إياه. فسمعت قصة، الله وكيلكم وقفت شعر راسي، قصة للابتلاء اللي ربه يدز ابتلاء قوي من حيث أطفاله أو أمه أو أخوه أو أخته أو أقربائه أو صديقه، ويبتلي مثلا لا سامح الله بمرض أو شيء، شايف عد الله شكبرها هاي. فالحمد لله والشكر يعني وصلت المرحلة أن أقول له الله إش عندك شيء بعد دز لي، سبحان الله. كنت ضد هذا الشيء لأن إيمان ضعيف، فهسه الحمد لله والشكر التقيت بشخصية قوية، شخصية متعمقة بالدين وشخصية سرية مع الله. فقعدنا سوا بالمستشفى ويعني أخذتنا سالفة جدا طويلة وحديث جدا طويل، فسبحان الله خلانا اشتهي الموت، صدقوني يا شباب خلانا اشتهي الموت يعني. فأمرار يعني ربك لا من يدز لك بلاء لا ظل الضوج له تنقهر له شي له، بالعكس افتح قلبك ربك غفور الرحيم، وربك ما يدز لك لان انت يعرفك انسان طيب ويريد يختبرك ويريد يعني يقسى عليك بكل الاحوال، بس هي عد الله كبيره ترى شباب، كلش عد الله كبيره. فالحمد لله والشكر يعني اكو اصدقاء هسه انا مو مساله تعير له شي له شباب، ثقوا بالله مجاملهم بقشع على راسهم، واقف لهم بقشع على راسهم،
وداعمهم ماديا بقشع على راسهم، الثقون بالله مخابرة ما خابرون وانا بالمستشفى، مخابرة ما اتصلوا بي هاشم ابو مصطفى ترى ما محتاس يا اخوي شلونك تي ماله، والله هاي ماكو، والفضل من الله اكو ناس لا اعرفها ولا تعرفني من خلال هذا الريش، كتلة ارواحه تقول لي والله واحد من عندهم يقول لي امي لا ليل هليل ولا نهارها نهار بس تبكي على ابنك، وهذا اللي يقول لي والله العظيم قطعت قلبه، وهذا اللي يقول لي والله كل احنا ضايجين والله، وهذا شعدلكم شعدلكم. شوفوا شلون الناس جواهر، منبع خير واصل طيبه. متابعيني الله يحفظكم ويحفظ عوائلكم يا غالين، وقفتوا وياي باصعب الظروف. والله الكريم يمكن ما اعتقد فد يوم اوفي لكم، يا شباب. اتمنى تلاحظون يعني ايش قد كل ما انزل فيديو وين كان اطير لكم، ها شبابنا طيرت شلونكم شخباركم سيمان الله وياكم، وانتم متعلقولي بشرنا عن صحة وليدك هاشم. هاشم شلون صار وليدك؟ يعني شو حتى انتم بعيدين عن الحمام يا شباب، يعني شوف سبحان الله شوف ايش قد قلبكم طيب وعدكم رحمة، ولا اكو بعض البشر حشاكم ما يسوال انعال، اخو ما يسأل على اخو، هذا وقتنا غير وقت طاي حظه يا شباب، يعني شوية اتمنى ما يخون التعبير وجدا اسف عن الغلطان، بس انا اسولف واقع حال، هذا وقتنا الاخو ما يسأل على اخو، مع كل الاسف والنذالة. يعني فالدنيا دنيا طايح حظها الى درجة تبعد الاخو عن الاخو ما يسأل عليه، وانتم كلكم ما اعتقد ثلاثة ارباعكم صايرة بيكم هاي الشغلة، دقات الناقصة من الصديق ودق الناقصة من ابن العم وابن الخال واللي من اخوك واللي هذا، دنيا متعبة هاي بعد، هذا زماننا كلش متعب يا شباب، فاسف على الاطاله يا شباب، اسف على الاطاله، بس واحد من حرقه قلبه اشوفكم متلهفين علي، وكاتلين ارواحكم على صحه ابني وتخابرون وموبايله ما يسكت بالمستشفى، واحدة من السسترات وواحد من المضمدين يقول لها هاشم انت وين تداوم؟ شوي شغله الطيور ومستشفى هناك زحمه، يعني هسه تقول انا عندي طيور وابنك مريض بهيك مرض، ها عيني والزحمة السولف لا تقل أبويا ذولا متابعين وهيك وهيك، هم صعبة يعني، وصعبة مو علي، وإنما يعني أنا ما أريد يعني أن أعرف بأن أنا رجال عدي قناة وعدي طيور وعدي متابعين مثل الذهب، فيقولوا له هاشم أنت وين تداوم؟ يعني رحمة لي الحسين موبايلك ما يسكت كل ساعة طالع من الردها ألو، فقلت لهم عدة أصدقاء أرتكز عليهم، يعني ظهري سنة ظهري، فيعني شوف سبحان الله، يعني حتى الأكو أشخاص ما منتبهي لي، فيقول لي الله يساعدك عمي، الله يساعدك على هاي يعني، ومحبة الناس عليك بالعافية، وهم ما يدرون بي أنا رجال أبو طيور حاط له موبايل وحاط له قناة أصلا ما رابطها بصورة صحيحة، ها عيني واصور لكم شلونكم شباب، هاي طيور طارت وهاي حطت وذن طيوري وذن زوج للبيع، اكو غيرهن داعمكم بفلوس مطيكم يعني فد شوف التعبير، يعني انا مرات اصفن على روحي اقول هذا فضل من الله، محبة الناس فضل من الله، والفضل الثاني يعني هاي الريش اللي عرفنا عليكم، فيا شباب يعني قلت لكم قليل ما أقدر أوفي لكم، هذا جزء بسيط أن أصور لكم وقليل بحقكم، يوقفولي هاشم مش محتاج، هذا اللي يدعم فلوس، هذا اللي يقل عليك الله، بس دز لإسمك الثلاثي من 10 مليون للـ5 مليون هسه يوصل لك، هذا شو تحط له وطيب هاي الحالة، فأنا دائما اللي يخابرني أقول له يا أخي العزيز ادعي لي كون ما احتاز البشر، يعني هاي كلمتي دائما اسولف والمتابعين كلها تعرفني، الحمد لله وشكر ما مديت ايدي الواحد، الحمد لله وشكر، فكله جبته من ظهري وتعبي
ها وتعب العمر. انا رجال امتلك 21 مهنة هندسة حداد عامة، حداد عامة جملونات عملاقة، كرفانات عملاقة، مهندس ديكور، هندسة ديكور كاملة، ديكورات بيوت، اشتغل مرمر، اشتغل سيراميك، يعني وبالاضافة عد هواية مهن، تأسيس كهرباء، تأسيس الماي، كل واحد على واحد اعطيك، واحد على واحد، انا هذا بيتي انا بنيته، هذا بيت اخوي انا بنيته، وهذا بيت اخوي الثاني انا بنيته، وذاك بيت ابن اخوي انا بنيته، كله على طابقين، كله من الاساس للبيتونة، النهاية البيتونة. فالفضل من الله كله جبته بتعب، جبته بتعب، ما جبته بمدتيد، ما جبته بمدتيد وتدني روحي، تدني روحي على الربع لو على حاجة ما تسوى، فكله جبته بتعبي وتعب متوني. قضيت عمري 9 سنوات أنا أشتغل، 9 سنوات عمري أركض منه ومنانة، وما مديت إيدي الواحد، ما مديت إيدي الواحد وقلت لطيني، كله جبته بتعب متوني والله، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. فشكرا لكم يا شباب، وهاي نبذة مختصرة، نبذة مختصرة ان شوية اوافيكم، الله شاهد اوافيكم بكلمة طيبة ولو انتم ما تتوافون، يعني يعجز اللسان عنكم، الله شاهد يعجز اللسان عنكم. ربي يحفظكم ويحفظ عوائلكم، وربي يديم المحبة اللي بينه وبينكم. فكل الحب لكل الاصدقاء، لكل الاصدقاء كل الحب لكم. يعني الاستاذ محمد من السعوديه يتصل بي، يعني الله وكيلك تليفون ما يسكت، ها هاشم شلون صحة ابنك، ها استاذ محمد رواشد، ف يعني الاستاذ محمد رشيدي، فماكو يعني سبحان الله، هو ذاك بدوله وانا رجال بدوله، وما عرفنا بس هذا الريش، لو تشوف شلون كاتر روحه وانا شلون كاتر روحه على لسانه الطيب، وطمني طمني يا هاشم ما ادري شلون وهاي. فان شاء الله ان شاء الله راح، ان شاء الله راح اسوي لكم حلقه يعني من سطحه بالسعوديه، راح اسوي لكم حلقه من سطحه بالسعوديه، وهو راح يسوي لكم حلقه من سطحه بالعراق. فان شاء الله اكو مشروع بينه وبين استاذ محمد عيني، وبعدين ان شاء الله راح اعلي لكم الصفحه مالته واخلي لكم الرابط مالتها تحت بالوصف عيني. وهذا الشخص غني عن التعريف ابد ابد، يعني يعجز اللسان عنه، عن طيبة قلبه وعن معلوماته الجيدة، عن معلوماته ثلاث ارباع اخذوها قاعدة ثابتة، ثلاث ارباع الجناية وبالاخص الحمام الطيار ما يطيك نبذة مختصرة عن الحمام، ما يقول لك طبعا الشحن تنبيه الشحن. شباب خلي الحكي طويل، ان شاء الله وراجع لكم غير وقت. تحياتي لكم، اخوكم هاشم الساعدي، وان شاء الله راجع لكم بقوه، تقولي من الله كن باكر او عقب باكر طالع من المستشفى، وان شاء الله ما اقصر وياكم. تحياتي لكم يا ورود، ومع السلامه.